تحية الصحة والعافية للأستاذ الكبير رمز الشمال محمد جبار. يمكن في سهرة من أجمل السهرات كانت على شاشة قناة الهلال، سمعنا اللحن بصوته اللي اخترم بصوته، وهي سلافة تبدع من جديد في مجايلة محببة. أهلا بكم من جديد، وصلنا لفقرة أخرى ولنبتعد عن التطوير والتحديث كثيرا. معلم هو السلم الذي نرتقي على أكتافه جميعا في كل المهن، في كل المجالات المختلفة. ذلك الأب قبل أن يكون معلما أكاديميا هو معلم تربوي، ولكن هذا لا يمنع من أن يحتاج للتأهيل، للتطوير، للمواكبة، ولنكون مواكبين حتى عالميا في كل الأشياء، في الجانب السلوكي الدراسي، في الجانب في تطورات كثيرة، عدم الضرب للأطفال، عزم كذا، كيفية الكاريزما التي يكتسبها المعلم، كيفية إيصال الفهم بصورة محببة لكل التلاميذ. تحية لكل معلمي بلاد ولكل المعلمين في كل العالم، أنتم تاج على رؤوسنا أكيد. خلونا نعرف أكثر عن دور هذا التأهيل والتدريب ونوعيته. المعلم هو بيعلم، فكونه حد يعلم المعلم فدي جديدة علينا بصراحة، عشان كده عايزين نعرف أكثر. الأستاذة مروة أحمد حسن، مرحبا بك، منورانا كثير، ودي مهمة صعبة، تعلمي معلم. جراءة. وهو مش مهمة صعبة، هي تأهيل المعلم زيادة أو تطوير المعلم، لأنه التعليم يعني المعلم ليس محدود فقط في المدرسة، المعلم الأم، معلم الأب، معلم أي شخص ممكن يناولك معلومة ويشاركك معلومة. فالقصة ليست هي يعني تعليم المعلم، هي تطوير المعلم أكثر. جميل. بما أنه نحن تكلمنا عن التطوير وتكلمنا عن أنه المعلم لازم يكون مؤهل لمرحلة أو لمواكبة، ونحن في القرن يمكن 21 وكثير يعني من المفارقات حصلت في القرن الماضي، ويمكن كثير من التفاصيل كانت هي يعني مهمة جدا، مفترض يكون عندها كامل المواكبة. أهمية تدريب المعلمين وكيف نحن هنأهلهم، وكمان يعني تطوير الذات تحديدا بالنسبة للمعلم. التطوير والتدريب من أهم الصفات التي يعني مفروض تكون متوفرة في أي مؤسسية عشان تقدر الحاجة تمشي لقدام وتستمر. زي ما قلت، القرن 21 حصلت فيه تغيرات كثيرة شديد، إحنا بنحتاج إنه إحنا نكون متواصلين مع العالم الخارجي عشان نكون عارفين إحنا وين، نقدر نقيس إحنا ممكن نمشي كم خطوة عشان نقدر نصل للحاجة المفيدة لبلدنا، مفيدة للثقافة حقتنا، مفيدة لحوجتنا نفسها والنقص اللي ممكن يكون عندنا. الحقيقة أنه إحنا موضوع تطوير المعلمين ده في السودان يعني واحدة من البلدان السباقة كانت فيه من زمن بخت الرضا، والناس كانت المعلم كان عشان يطلع ويدرس كان بيمر بمراحل كثيرة شديد لحد ما هو يكون قادر أنه يقيف قدام الطلبة ويدرس. حتى المعلم كان في المجتمع عنده هيبة واحترام غير يعني غير مختلفة عن باقي الفئات الأخرى. مؤخرا يعني ما حنقول إنه توقف التطوير والتدريب، ولكن ممكن نقول حصل فيه ضمور. فإحنا يعني كمجموعة من المدربين ومجموعة من المعلمين فكرنا في إنه إحنا الحاجة دي عايزينها تمشي لقدام، وعايزين نرجع تاني إنه إحنا نطور المعلم السوداني، لأنه الحمد لله يعني لما الواحد يشوف العالم الخارجي واصل وين ويكون موجود في نص الناس بيكتشف أنه في مميزات وصفات كثيرة شديد موجودة في المعلم السوداني يعني سباقة. فمع حبة زيادة تطوير وتحفيز إحنا بنصل لمراحل كويسة شديد. فموضوع تطوير المعلمين مهم جدا عشان الموجة الجاية من الثقافات والعلوم والتغيرات اللي قاعدة تحصل، بنحتاج إن إحنا نكون جاهزين لها. جميل جدا إنه نكون مواكبين لكل الحاصل، وخاصة إحنا في مرحلة بناء، عايزين السودان بوجه جديد. نعم. حددتوا في أي الاتجاهات بيكون التدريب وفي المدارس عبر الوزارة؟ كيف ممكن تصلوا لكل المعلمين الموجودين؟ هو حتى هذه فئة محددة يعني حتى هذه اللحظة يعني هو ما تابع لجهة معينة. نحن مجموعة بتاعت معلمين ومدربين، والناس دخلت بالخبرات حقتها، بالشهادات، بالثقافات اللي تعلمتها، الحاجات اللي شافتها في الخارج،
وحددنا المشاكل العامة اللي هي بتعاني منها المعلم السوداني، سواء كان معلم لجديد يا دوب تخرج وحيدخل في المجال بتاع التعليم، أو شخص وجد نفسه في مجال التعليم، أو حتى للمعلمين يعني تخرجوا وشغالين لهم يعني سنوات طويلة. فالتدريب ما بقى محدود فقط للتعليم ما قبل المدرسي ولا المدارس الأجنبية والمدارس الحكومية أو التعليم الجامعي، لا، أي شخص عنده الملكة وأي شخص حابب أنه يكون في المجال التعليمي ممكن يكون جزء من التدريب، لأنه في التدريب يضاف إليك مش الكم المعلومة، المعلومة بتتحدد طبعا بالفئة العمرية، بتتحدد بالموضوع، بتتحدد بالمادة، لكن الحقيقة أنت يعني بتتحصل على مهارات وعلى أدوات بتساعدك أنت تطبق المعلومة دي كيف مع الطلبة. فده بيختلف، الطريقة اللي أنا ممكن أتناول بها الحاجة بتختلف عن الطريقة اللي أنت ممكن تتناولي بها، لكن في النهاية زي ما قلت هي مهارات وهي أدوات، والشخص بيستخدمها في المكان اللي هو حاسس إنه هو بيقدر يستخدمها فيه. المعلم يجب يعني يكون عنده مهارات تواصل ممتازة، لأنه أنت بتتعامل مع أجيال مختلفة، كل جيل أو كل شخص جاي من خلفية وبيئة مختلفة، الظروف تفرض عليك أنك تكون في وضع مختلف أو في وضع معين، فلازم يكون عندك الملكة أنك تتواصل كويس جدا مع الطلبة، ملكة أنك تقدر تفهم الشخص اللي قدامك ده محتاج شنو، والملكة أنك توجد حلول خارج الصندوق أنت قاعد فيه ده بيتناسب مع معطياتك ووضعك وظروفك. فدي هي المهارات اللي احنا بنقول لها مهارات القرن 21، دي هي المهارات اللي احنا دائما بنحاول نتبناها ونديها في التدريب، ونفتح البوابة عشان المعلمين يقدروا يفهموا انه العالم الخارجي ده حاصل فيه شنو، وانه احنا ممكن نصل كيف. لانه من اهم الاشياء اللي احنا لاحظناها انه الناس بتركز في الشكليات، شكل الفصل كيف، شكل المدرسة كيف، شكل المكان، لكن الحقيقة انه القيمة داخل المدرسة هي للمعلم، والقيمة لكم التعليم اللي انت بتاخده من الطلاب وبتاخده انت نفسك. من اكثر القرارات التي اسعدت الشعب السوداني من حكومة العهد الجديد او حكومة عبد الله حمدوك انه يعني اعطى المعلم حقه ورفع راتبه، فانا ما بذكر هل هي ميركل ام الرئيس الياباني اللي طالبوه بانه يزيد مرتباتهم، فقال لهم ممكن يعني اساويكم للمهندسين والأطباء والمحامين وكذا باللي علموكم، فالمعلم يجب أن يكون الأعلى أجرا لأنه أنتوا كلكم تعلمتوا على يده. فمن هذا المنطلق كانوا رفعوا رواتب المعلمين وأنصفوهم أخيرا، ونتمنى الإنصاف يكتمل بهذا التأهيل وهذا التطوير وهذا التدريب. نعم أكيد المعلم ومن دور المعلم مباشرة يمكن تأهيله وتطويره، كان عندكم وقفة وزي ما انت يعني شرحتي بشرح وافي جدا، كمان دور اولياء الامور ومداريات يعني التطورات في القرن 21، يمكن اجيال مفارغات يعني في اجيال الاباء والامهات مع الجيل الحالي، اكيد هم كمان برضو في السلم التعليمي لازم يكون عندهم تطور ولازم يكون عندهم افكار جديده او مواكبه جديده. دور اولياء الامور حيكون شكله شنو، او انتم تحديدا هل عندهم امكانيه لتاهيل برضو اولياء الامور عشان يكونوا ملمين بالدور التعليمي لابنائهم؟ هو الفكره بتاعه الدور عموما اختلفت، عشان احنا نقدر نفهم الفكره بتاعه الاستراتيجيه اللي انا ممكن استخدمها مع اطفالي او استخدمها كمعلم في مدرسة أو في فصل، لازم أفهم المهارات أو الصفات الموجودة عند الجيل الجديد. الجيل القادم عنده مهارات مختلفة عننا بسبب اختلاف معطيات الحياة، المعلومة بقت متوفرة في كل مكان، الواحد ممكن يعني بضغطة زر يصل لمجلد ولا موسوعة ولا معلقة في أي لحظة، دي حاجة زمان كانت غير متوفرة، إحنا كنا بنمشي نبحث في مكتبات نحاول نفتش الزول الأكثر علماً. فطالما احنا بنقدر نفهم الصفات عند الاطفال والصفات بتاعت الجيل الجديد، انا بقدر افهم الدور بتاعي. دائما احنا في التدريب بنوجه الاولياء الامور والمعلمين انه دورك بقى دور توجيهي، دور تحفيزي، دور بيوري الطريق، اكثر من كده انت ما عندك حاجه ممكن تديها، لانه الطلبه الطفل اصبح عنده المقدره انه هو يتعلم براو. احنا حنكون بنسيء له لما نكون بنوقف عمليه التعليم، لانه احنا عايزين انه يمشي بنفس المنهج اللي احنا مشينا به او هو يمشي بنفس الطريقه اللي احنا بنفكر بها.
فدائما في التدريب احنا بنحرص انه نوجه اولياء الامور بالتحديد والمعلمين انه تواصلوا مع الطلبة، افهموا هم حوجتهم شكلها كيف، حاولوا انه تسمعوهم لانه هم بيوجدوا لنفسهم حلول، ودي واحدة من الصفات اللي يعني زي ما بقولوا كده جاية نازلة معهم لانه زمنهم مختلف عن الزمن نعم. بتاعنا تماما. فتدريب اولياء الامور هو افتكر يعني اهم من تدريب المعلم، لانه ولي الامر هو الزول القاعد مع الطفل للاخر، فتكون فاهم كويس جدا. مسؤوليه مشتركه هي، يس هي مسؤوليه مشتركه بعض. ودائما احنا بنقول انه المعلمين هم في الحقيقه دورهم ابوي، دورهم تربوي، يعني دائما المعلم ده بيكون فيه صفات، يعني بتكون فيه صفات اموميه وابويه، فبيكونوا فاهمين تماما هم التربيه والتعليم، هي التربيه قبل التعليم. وذكرتي معلومه مهمه انه نحن في عصر بضغط الزر بتنال ما تريد، فمن الصعب جدا انه يجي طالب يسال معلم عن معلومه يكون المعلم ما عارفه. فبيكون بتهز الدور التعليمي. لما احنا نقول الدور توجيهي، التوجيه ده ما بيكون فقط في الكم المعلومه، بيكون حتى في السلوك، يعني حتى زمان التعامل مع الأجهزة، التعامل مع الأجهزة يعني. في التطور زمان المعلم كان بيكون حريص إنه يكون متمكن من المعلومة حقته، لأنه ما في غيره مصدر المعلومة. الطالب ده لما يجي بينظر له نظرة الحاجة المعلومة عنده هو فقط، عشان كده دور المعلم ذاته كان مختلف. وعشان أنت تتخرج من أي دورة تدريبية أو من أي كلية وتبقى معلم كانت رحلة صعبة وشاقة. الآن الوضع اختلف، هو وضع سلوكي، يعني ما فيها حاجة لو المعلم قال الحاجة هو ما بعرفها، لكن حتكون أجمل وأحسن لما أشارك الطالب في إيجاد المعرفة. فالطالب ممكن يجيني يقول لي لا احنا ممكن نعمل الحاجة دي مثلا بالكمبيوتر سريع، أو ممكن المعلومة دي أنا أتناقش مع زملائي ونصل لها، والمعلم يكون داعم وموجه عشان الناس تمشي في الطريق الصح ومتحيد، لكن ما يكون يجهل كامل المعلومة. نعم أكيد صعبة. أكيد 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 لا، المعلم لازم يكون متمكن من المعلومة حقته كويس جدا. عشان كده احنا دائما بنقول انه لازم يكون في مقاييس ومعايير عشان يختاروا بها المعلمين، مش انه اي زول يبقى معلم، ولكن عشان انت تبقى معلم سواء في مدرسة حكومية او في مدرسة خاصة لازم يكون في مقياس معين، والمقياس ده يا ريت لو انه هو يجي من جهة يعني جهة تأسيسية او جهة مسؤولة زي الوزارة، عشان تحدد انه الزول ده هو عنده الإمكانية إنه يشتغل في المدرسة مثلا الأجنبية، لأنه في صفات معينة أو في ستاندرد معين هو تحصله من تدريب معين. دي يمكن الحاجة الألتيميتال أو الحاجة اللي إحنا نفسنا نصل لها في الآخر، إنه يكون في مقياس يقدر يحدد المعلم ده واقف وين، مش بس واقف وين، والمقياس ده يكون يعني مطبق على أسس المعلم بتاع التعليم القبل المدرسي، مختلف عن معلم الثانوي، مختلف عن معلم المادة اللي فيها لغة، مختلف عن معلم المادة العلمية زي الرياضيات والعلوم. وبعد ما أنا أخذت الشهادة اللي بتسمح لي أني أعمل، حطور كيف؟ هل في واحد في جزء تاني، في جزء ثالث، في جزء رابع؟ دي أنا بفتكر أكتر حاجة مهمة، لأنه الاستثمار في العامل الإنساني في موضوع التعليم أهم من المبنى المكان الناس قاعدة فيه وين. أبني الإنسان ليبني الإنسان العالم. نعم نعم، في معلمين حتى يعني بقول لك يعني أبنائك لو عندك مال ما تضعه في البنك عشان يكبروا. أيوة. أو تعمل لهم. أيوة. أصول، لا، استثمر فيهم هم، علمهم. صح. تعليم أوكي. يس. عشان بعد كده هم يقدروا يشوفوا مستقبلهم. وملكهم ملكهم المال ما بيقدر يتشال منهم. صحيح. يعني إحنا دائما بنقول المال ده بيتشال منهم، حتى لو أنت جبت لهم مال قارون، لكن المعلومة ما بتقدر تشيلها من زول مدام بقت عنده. أسسهم عشان يعرفوا يواجهوا الحياة. نعم. أوكي. في مدارس يعني في معلمين طلعوا بروفيسورات ودكاترة ومحامين وناس فادوا العالم من مدرسة فصل تحت شجرة، وفي معلمين موجودين في أحسن المباني وأحسن المدارس، ولكن الطالب اللي بيطلع منه ما بيكون أضاف لنفسه أكتر من كده. المعاناة بتولد الإبداع عموما هو في العالم. العامل الإنساني مهم جدا في التعليم. نعم، يمكن هو دور المربي زي ما انتم ذكرتوا ابتداء، واي مربي ام او ابو اكيد بيكون في صله انسانيه كبيره جدا. طبعاً طبعاً. في اختلاف اكيد ما بين معلم القرن العشرين والواحد والعشرين. شكل الاختلاف للمعلم مفترض هسه بكامل التاهيل اللي انت تكلمت عنه، الاختلاف حيكون شكله شنو مع الادوات عموما ومع الممارسه ومع توصيل المعلومه وكل التفاصيل؟ زمان المعلم كان زي ما قلنا هو الجهة الوحيدة الممكن أنا أتحصل لنا على المعلومة.
لكن الآن المعلم بقى مفروض يكون مطلع وفي نفس الوقت موجه. احنا تكلمنا عن مهارة التواصل، لأنه المعلم اللي بيكون مهارة التواصل حقته ممتازة بيقدر يفهم الطالب الأول ده نقصه وين وأنا أساعده إنه يصل، والطالب الثاني ده لا هو محتاج أكتر، والطالب الثالث ده ماشي كويس أنا بس هأدعمه، حتى ولا الدعم ده لو الدعم ده يكون في شكل تشجيع فقط، لكن المعلم نفسه مفروض يكون مطلع. والحاجة الثانية ممكن يكون ما بالضرورة أنا أكون متمكن من كل مهارات الموجودة عند الشباب الصغار، لكن على الأقل أكون قادر أفهم لغتهم اللي بيتكلموا بها، الحاجة اللي هم بيعملوها. بيواجهونا مرات معلمين بيكونوا هم نفسهم ناس صغار في العمر، لكن بيكون رافض إنه مثلا يتفاهم مع طالب معه في الثانوي أو في الجامعة، في حين إنه مرات بيجونا أساتذة واحد بيكون بيدرس له ما شاء الله يعني 20-25 سنة، لكن بتحس به قريب من طلبته، بيعرف يتكلم معاهم، بيعرف يوصل لهم المعلومة، هم بيعرفوا بيحترموه وهو بيحترمهم. فأهم حاجة جانب الخبرة مهم، الخبرة مهمة، وغير كده الأهم شيء هي الحوار، تنمية لغة الحوار، تنمية التواصل، تنمية القدرة على الاستماع والإنصات الجيد للطالب. لأنه إحنا دائما بنقول لهم إنه السلوكيات معدية سواء كانت يعني موجبة أو سالبة، فليما أنا أكون بمثل الحاجة الطالب عايز يكون زيها، من ناحية ظهري، من ناحية ألفاظي المستخدمة، من طريقة إيجادي للحلول، من طريقة بحثي عن المعلومة. دي مهمة يعني كبيرة ورسالة مهمة جدا. يعني دائما بنطالب بأنه تأهيل الإعلاميين، اللاعبين، نجوم المجتمع بصورة عامة كذا، لكن نسينا أنه نأهل أهم شخص في الحياة، هو اللي بيأهل كل الجوانب دي كلها. فدي مهمة كبيرة ورسالة كبيرة، ربنا يعينكم. شكرا. يعني هو المعلم كاد أن يكون الرسول. أيوة أيوة. فلا تعليق غير ذلك. شكرا جزيلا مروة أحمد حسن، يعني نورتينا اليوم بمعلوماتك ونبهتينا لجانب مهم جدا، وإن شاء الله خليك معانا في الصورة وخلينا معاك في الصورة على طول نشوف المشروع وصل وين إن شاء الله. الله يخليك، شكرا جزيلا. شكرا 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 أستاذة مروة، ويمكن فقرة كانت مهمة جدا ودسمة صحيح. بالمعلومات، وتحية لكل المعلمين وكل شخص علمنا، لكل يعني في السلم التعليمي في السودان، ربنا يقدركم على كامل المسؤولية. احنا متواصلين معاكم في حضرة المسألة، لكن حنطلع فاصل وحنرجع من تاني.